رحت وزير ناخذ الوزاره ديال السكنه باش هذوك الناس اللي ساكنين في الكريانات من ريبوش لهم الديور ديالهم حتى نعطيهم ديور حيت تيجيو تيريبوا لهم الديور ديالهم الاولاد مساكن صغار تيبقاو يبكيو تيبقاو يضربوا فيهم ناخذ وزاره الثقافه والشغل باش نشجع الشباب باش نفتحوا لهم فرص الشغل حيت عندنا البطاله في المغرب كثيره بزاف ناخذ وزاره ديال الرياضه حيتاش عزالي الرياضه وهي احسن حاجه وزاره التربيه لان كاين بعض الحوايج خصها تكون في المدرسه في المدارس تدرس في المدارس باش يعني ولادنا يكبروا بها يكبروا متربيين بها لان اللي كياخذوا في المدرسه كياثر فيهم مع الكبر تبدا من المدارس تعليم الامهات تحديد النسل لان حتى الدوله كتبقى على عاتقها بان خصو الدراري يكونوا كثار يعني اللي والد 6 و8 في كل دار الدوله شحال قدها تقري وملي غتقريهم ويدخلوا الجامعات شحال قدها تلقى لهم يعني مناصب بغيت نكون وزير العدل باش نصف بين الناس كاملين حيت كاين شحال من واحد كاين مظلوم وانا نوليو رئيس الحكومه بحال بن كيران باش نعاودوا البلاد الا كنت وزير غنبغي نشد وزاره ديال الصحه باش نتهلا في الناس مزيان ونعطيهم الادويه المناسبه ونتهلا فيهم انا ما بغيتش نكون وزير حيت ما بغيتش ندخل في مشاكل ما بغيتش نولي وزير حيت داكشي ما قاريش انا كون كنت قاري كنت وزير